بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عاوز اكلمكم في ايه قصيره قوي ومريحه قوي، من كلمتين بتقول وانا اريحكم. لما فكرت كده الناس كلها عاوزه ترتاح، بس كل واحد بيدور على الراحه بطريقه، وفي ناس بتزعم انها بتعطي راحة. ما اتكلمت من اسبوعين معاكم عن ليه بعض الناس بتلجأ للمشورة وتهمل سر الاعتراف. احد الاسباب انه بيدور على راحة نفسية، وطبعا بيلاقوها بدرجة، لكن اللي بيقوله المسيح حاجة تاني، والراحة الحقيقية اللي بيقدمها ربنا دي حاجة مختلفة. وده اللي عاوزين ننشغل بيه، نفهمه كخدام، نعيشه ونقدمه، لأن ربنا يسوع وعد أنا هريحكم. بس تعالوا، الآية بتبتدي بكلمة إيه؟ تعالوا. يبقى إحنا كخدام من الآخر كده، اللي عاوز أوصله لليلة دي، ما ينفعش تبقى عاوز تريح الناس بأي طريقة إلا بالمسيح، وإلا تبقى بتعمل شغل ممكن يعملوه ناس تانية في الدنيا، بس مش شغلة الخادم. هو قال تعالوا يا جميع المتعبين هريحكم. يبقى انت تجيب التعبان توصله للمسيح يريحه، انما في السكة تقول له تعالى نقعد على القهوة، تعالى نشوف الفيسبوك، طب ما تاخد لك شوية أدوية يروقوك، طب ما تلعب رياضة، طب ما تعمل رجيم، طب مش عارف ايه. ما هو الحاجات دي مش هتريح، هي ممكن تدي نوع من الراحة المؤقتة جدا، بس غير اللي بيقوله ربنا يسوع. الآية واضحة وصريحة، تعالوا إلي يا جميع المتعبين. برضو كلمة جميع هنا مفيدة ليه؟ لأنه ممكن بعض الناس تعتبر أن تعبها ملوش راحة، واحد فقد أغلى الناس عنده، طب التعب ده إيه اللي يريحه؟ إيه اللي ممكن يريح قلب مكلوم زي كده؟ المسيح قال هريحك. طب واحد اتظلم ظلم فظيع، طب واحد بقى عنده وحدة فظيعة ومفيش حد جنبه، الحاجات دي كلها متاعب ملهاش علاج في الدنيا قوي. هل المسيح قد كلامه أخطيت في السؤال؟ هل فعلا بيريح أي شخص تعبان؟ طب وإزاي؟ تعالوا إلي يا جميع المتعبين، وحطها بطريقة تانية، والثقيل الأحمال. اللي تعبان قوي بيبقى عنده إحساس بالكلمة دي، حمل تقيل. والحمل التقيل ده مش معناه مديون مثلا بملايين، ده حمل فعلا تقيل، لكن لا، ده ممكن تبقى نفسيته تعبانة قوي فحمله تقيل. فالموضوع الحمل التقيل ده نسبي، كل واحد يحسه بطريقته. مع كسرة النفس الصعبة هيحس بمعنى ثقيل الأحمال وأنا أريحكم. والغريب أنه لما قال هريحكم ربطها على طول، بس ليه طلب؟ غالبا محطوطة كأنها ايه، يعني مكملة لموضوع الرحم. ممكن تشيلوا حاجة خفيفة، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، يعني عشان اريحك ممكن تسمع اللي هقوله لك، تعمل اللي انا بعمله، وشيلك حاجة بسيطة. ليه بقول بسيطة؟ لانه رجع قال نيري هين، يعني ما تفتكرش ان انا هحمل عليك زيادة، ما انت مش ناقص. لا لا، بالعكس، انا هحمل عليك حاجة تشيل الحمل اللي عليك كله. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لاني وديع ومتواضع القلب. بيعيد كلمة الراحة تاني، تجدوا راحة لنفوسكم. خلي بالكم، يبقى واضح ان انا اريحكم لا تعني راحة جسدية، مش كده؟ يعني المسيح مش هيقول لك بس بص بطل شغل ونام وانا هصرف عليك، وانت تقول له انا تعبان في الشغل. لا، مش ده الحل، مش هيريح جسدك. لا، ده عنده شهداء، ده عنده معترفين، يعني المسيح ولاده بيتعبوا، وهو يحب لنا التعب في الدنيا، بس يحب لنا الراحة الأبدية. إنما الراحة لنفوسكم. وطبعا كلنا جربنا الحقيقة تعب الجسد يهون جنب تعب النفس، يعني تبقى رجليك مش شايلاك وجسمك مرهق، بس نفسيتك حلوة تلاقي مستحمل، انما نفسيتك وحشة
تلاقي مش طايق حاجة حتى لو أنت قاعد ولا نايم في سريرك، لأن نيري هين وحملي خفيف. إذن رسالة الكنيسة المستقيمة، رسالتنا كخدام، مش رسالتنا نريح الناس بطرق الدنيا. مرة كنت قاعد مع شباب في كندا كده وقالوا لي كنيسة احنا شايفينها ساعات بتلعب في ملعب مش بتاعها. قلت لهم يعني ايه؟ قالوا لي بينافسوا الدنيا في الأنشطة اللي الدنيا متفوقة فيها، فطبيعي احنا هنسيب الكنيسة ونروح للناس المتفوقين، عاوزين يبسطونا، عاوزين يلعبونا، عاوزين يعني يدونا الحاجات اللي عندنا منها في الدنيا. الحياة اللي هتقدمه الكنيسة هنا أقل من اللي هيقدمه العالم. فكانوا بيقولوا لي بلاش يا كنيسة تساوموا الدنيا في حاجتها، انتوا ليكوا حاجتكم المفروض ايه، ما حدش بيعرف يقدمها غيركم. هو يقصدوا ايه الشباب؟ ان ساعات الكنيسة تقعد تعمل أنشطة من اللي شبه الدنيا زيادة، مثلا الملعب، الملعب ده حاجة كويس، بس الحقيقة احنا عمرنا ما هنعرف ننافس النوادي المحترفة. طب انا مش دي رسالتي، ما فيش مانع نعمل كده، بس مش دي رسالة الكنيسة. رسالة الكنيسة هي انا اريحكم. احنا اللي جيلنا الكنيسة لازم نقدم له مسيحنا المريح المفرح اللي يشيل عنه الهم اللي يغير في حياته، لكن مش رسالة الكنيسة ان انا يعني اشوف له شغل. لو قدرت اشوف له شغل هشوف له كأم، كنيسة كأم، بس مش دي رسالته. ومش شغلة الكنيسة انها تجيب له لحمة على عيد، برضو دي مش رسالته، لكن لو قدرت يعني تفرحه بكيس لحمة ما فيش مانع. هي رسالة الكنيسة انها تقدم المسيح. ودي غلطة بنغلطها، ان احنا احيانا ننزلق وراء امور كتيرة وننسى الهدف الاساسي. وده برضو معناه يا احبائي كخدام ان احنا لازم في كل موضوع نتكلم فيه نخلي المسيح هو الاساس ونلف حواليه، يعني يبقى هو الكور، يبقى هو السنتر، يبقى هو الحاجة اللي عاوز اوصلها للناس. لو بحكي طقس، الطقس ده اساسه المسيح. لو بحكي تاريخ الكنيس، اساسه المسيح. لو بحكي بشرح اي عقيدة لازم اساسها المسيح. لو اي خدمة اساسها المسيح. لو نشاط لازم اساسه المسيح، لانه للأسف في بعض الانشطة بقت تتبارى. مثلا اديكم مثلا، ساعات كورالات في الكنيسة. انا كنت زمان لما كنت صغير كنت امسك كورالات لاني غاوي موسيقى وتلاتين، بس كانوا علموني ان احنا لما نقعد لازم نتأمل في الكلام اللي هنقوله، ولازم نصلي الاول، ولازم لما نقف نرتل نغمض عينينا عشان نكلم ربنا مش نستعرض. وكان بالنسبة لنا الكورال ده بنحبب العيال في التسبيحة والتراتيل عشان يحبوا الصلاة. انما احيانا الكورالات تنزلق في الايه، في انها تبقى اصوات واستعراضات وفنون للفنون. طب المسيح راح فين؟ لا مش مهم المسيح، المهم يسقفه. فاحنا دخلنا في حتة غلط. المهم الصوت يطلع حلو قوي. ما هو كويس يطلع حلو بس عشان الناس تفرح بربنا، مش عشان في الاخر نقول الناس دول يعني هيطلع منهم ام كلثوم، مش دي القضية. فاحيانا تلاقي النشاط ساب الهدف وهو مش دريان، انشغل بقضية مش بتاعته. صحيح احنا عاوزين الشباب يلاقوا نفسهم، بس هم مش هيلاقوا نفسهم غير بالمسيح برضه. ما ينفعش نتنازل عن الحقيقة دي. كل ولادنا محتاجين المسيح، محتاجين يثبتوا نفسهم، ومحتاجين ينجحوا، ومحتاجين يتلموا على بعض، ومحتاجين يضحكوا، كل ده مسموح به، بس يفضل المسيح وسطيهم وقدام عينيهم. دي شغلتنا ككنيسة، شغلتنا كخدام. عشان كده كان دايما عندنا قاعدة انا براجعها معاكم، مش مهم نوع النشاط. لما اي حد كان زمان يقول لي هنعمل كذا اقول له اعمل اللي انت عاوز، بس قول لي مين المسؤول. لما يقول لي خادم روحاني هو المسؤول اقول له اعمل. لو قال لي واحد متميز في حاجة بس مش روحاني اقول له ما تعملش. واضح الفرق؟ لازم يكون روحاني، يعني لازم يكون هو جواه عاوز المسيح وهيقدم المسيح. بعد كده اعمل اي حاجة. أأكد لكم الفكرة من سفر الأعمال.
يوم الكنيسة اتزنقت في أزمة الأرامل أو أزمة الموائد في أعمال 6. دي أزمة عاوزة مدير شاطر، دي عملية تنظيمية بحتة، مش كده؟ عارفين مين كان قائد الحل؟ فاكرينه؟ قديس العظيم استفانوس. ليه؟ طب دي عملية تنظيمية، ده أكل وشرب وترابيزات، ومين يأكل الأول ومين يأكل الآخر، وانت يا ست خدتي وخليكي وكلام زي كده. لا لا، حتى لو هذا الخدمة اللي تبدو ان هي مجرد خدمة تنظيمية او ادارية، اتحط فيها قديسين عشان وهم بيقدموا الاكل يقدموا المسيح الاول. اللي يشوف وش استفانوس اللي كان زي الملاك ده هيقابل المسيح قبل ما يشوف دوره في ياكل امتى. فالكنيسة كانت حريصة ان ما عندناش خدمة يعملها واحد شاطر بس ملوش دعوة بالمسيح، لا، يعملها في النادي، يعملها في الكلية، يعملها في المدرسة، يعملها في الشركة، لكن جوه الكنيسة احنا بنقدم ناس شايلة المسيح وبعدين تعمل اللي تعمله. يبقى قضيتنا دايما ان الخادم يكون شايف المسيح قصاده، مركز فيه، عاوز يوصله، وبعد كده يوصله بأي طريقة، مش هنختلف. هل احنا بنقدم المسيح فعلا؟ عاوز نراجع كده، هل الدروس اللي بنقولها في البيوت الحلوة اللي بندخلها أو أي نشاط بنعمله، هل في الآخر احنا بنحبب الناس في ربنا اللي فداهم اللي خلقهم، ولا بس بننمو بيهم؟ احنا شغالين تنمية وفرحانين قوي ومقتنعين بيها فعلا، بس التنمية لو ما كانتش هتوصل الناس للمسيح برضو مش هي الهدف. لأنه قولوا لي، هو الأقرب لدخول السماء الفقير ولا الغني؟ الحياة الفقير، هما الاثنين بيبعدوا، لكن يجوز ان الفقير يكون بشوية اتكال وتسليم وصبر يدخل السماء. اذا انا مش عاوز احول بس الفقراء الاغنياء، انا عاوز احول الفقراء الاتقياء مش اغنياء. بعد كده كونهم يعيشوا حياة كريمة، ايوة طبعا حقهم علينا، كونهم بقى يلاقوا يربوا عيالهم كويس ويعلموهم كويس ويصرفوا على نفسهم ما يمدوش ايديهم، حقهم علينا، بس في الأول يكونوا أتقياء، مش الهدف إنهم يبقوا أغنياء. هنا لازم نراجع كل نشاط بنقدمه، لأن في أنشطة بتبقى خالية من الروح. تبان في إيه بقى؟ تلاقي الخدام بيتصارعوا، بيختلفوا على أمور ملهاش علاقة بجوهر الموضوع، مين يعمل إيه ومين ما يعملش إيه، مين يسبق ومين لا، كل ده طلعنا برا الموضوع. هتقدم انا اريحكم ازاي وانتم مش عارفين تتفهموا وتحبوا بعض؟ اي خادم غير روحاني يقود اي نشاط، النشاط ده المفروض يقف، لانه في الاخر مش هيوصل للمسيح، هيوصل الى تميز معين بس ممكن ياخد الناس ويطلع بيهم بره الكنيسة. لكن لازم كل خادم يمسك اي خدمة يبقى المسيح هو اوله واخره. حسبوا من الشعار بتاع نبسة الناس، نبسة الناس. احكي لكم قصة شخصية حصلت معايا من 35 سنة. كنت في الكلية وبعدين بحكي مع واحد خادم زميلي من شبرا، فبقول له انا جايبين فيلم سينما للعيال يوم العيد الصبح عشان نبسطهم، وانا بقولها وانا مبسوط، فاكر نفسي عامل ايه يعني، انجاز عظيم يعني، نجيب بقى شاشة. 35 سنة كان ده بالنسبة لنا يعني حدث، جاب لهم فيلم كده، فيلم أطفالي. قال لي وتبسطوهم ليه؟ قلت له يا أخي يوم عيد، تبسطوهم ليه؟ لازم نبسطهم. قال لي يعني يوم العيد هيجوا الكنيسة هتبسطهم بفيلم سينما؟ قلت له آه طبعا عشان ينبسطوا. قال لي هو أنت شايف اللي أنت بتقوله ده صح؟ قلت له مش شايف حاجة غلط. فقام قال لي أنا شايف إن المفروض ينبسطوا بالمسيح لأن ده يومه، أنا زي اللي اداني بالقلم على وشي. أه صحيح، مش ده يوم المسيح؟ كان عيد الميلاد أظن. ساعتها رحت لأبونا بشوية السخ، ربنا يمسيه بالخير، في أستراليا دلوقتي كاهن كبير. قلت له أبونا، هو إحنا بنعمل حاجة غلط؟ الظاهر إحنا بنفكر غلط. فأنا لقيت أبونا بشوية قال لي طبعًا جورج معاه حق. إحنا بقينا حاسين المسيح مش هيعجب الناس قوي، خليه على جنب شوية ونجيب حاجة تعجب الناس. بس احنا ابتدينا نفكر ازاي،
المسيح شكله تقيل عليهم، الطقس هيبقى ممل، التراتيل زهقوا منها، دروس بقى عارفينها، بلاش بقى، خليهم ينبسطوا بقى بالايه، بالفيلم وبالكوره. الله الله الله، طب ده احنا كده طلعنا بره الخط فعلا. ومن ساعتها الحقيقة الواحد بقى كل حاجه يعملها يراجع نفسه، هو انا بوصل للمسيح ولا ببسط الناس؟ تفرق كتير. لو انت هتبسطهم هتلاقي الدنيا تبسطهم اكتر، فما تنافسش في دي، هتتغلب هتتغلب طبعا. لكن لو انت هتركز على المسيح، الدنيا ما بتعرفش تقدم المسيح، ما عندهاش مسيح تقدمه، انت عندك اللي مش موجود في عند حد. ولو انت مقتنع بجماله وكماله وان هو اللي هيريح بجد، مش هتتنازل عنه. هتقدمه ازاي؟ دي عاوزة حكمة، ما اختلفناش، لانه مش هنقدمه بطريقة لا تناسب مثلا مرحلة او السن، لكن لازم تقدمه بطريقة مفرحة. مرة كنت في كنيسة في امريكا، والشعب كده اتنين يعني ثلاثة استلموني قالوا لي مش حرام عليك اللي بيحصل؟ العيال تتعزف في القداس 4 ساعات في امريكا ومش فاهمين كمان اللي بيتقال. اتضايقت لانه معاهم حق، الاطفال اللي هتدخل قداس طويل قوي عربي وهم مش فاهمين كلمة عربي، ده تعذيب. اول ما هيبقى 10 سنين هيقول لا يعني لا ومش هيدخل. ومن ساعتها بنشوف شباب كتير قوي بيسيب الكنيسة. رحت كنيسة تاني في امريكا برضو، لقيت ابونا يعني شاطر، بيصلي انجليش اكتر سريع، وبيعمل الوعظة للشباب والاطفال بس بالانجليش جوه القداس. سألت الشاب قلت له هو انتوا بتزهقوا في القداس؟ قال لي لا، احنا بنقابل المسيح. قلت يا سلام على الشغل الصح، يبقى ادي قداسين، قداس مركز على العربي بس وعلى الطقس ياخد حقه بس، بس مش مركز على المسيح، ففي ناس طفشت. وكاهن تاني مركز انه لا، هو عاوز الناس اللي تيجي كلها تلمس المسيح وتحبه، فهو مركز على المسيح. طب هو نفس القداس ونفس الكنيسة القبطية، بس التاني بيفكر صح، لانه عاوز في الاخر انا اريحكم. هنا اقول لكم خطورة العلم الخالي من الروح. ارجع لموضوع المشورة اللي مش عاجب بعض الناس وعاجب بعض الناس. تاني انا مش ضد المشورة، المشورة علم يحترم جدا، وفي ناس اتقياء وخدام هايلين في المشورة. لكن المشورة كعلم فقط قد لا يدفعك للمسيح، الا لو اللي بيقوم بالمشورة هو شخص عاشق للمسيح، هو شخص محب للمسيح، هو نفسه مسيحي حقيقي عايش بالروح القدس. فطبيعي أدوات علاجه أو مساعدته لأي شخص أنه يساعده يبص على المسيح. وهنا هنتشارك أنا كأب اعترافه وهو كخادم، يا ابننا هيستفيد منه ومني، عمرنا ما هنتصارع. لكن لو الأخ التاني ده بيقدم له العلم كسبيل للراحة هنختلف. هنختلف ليه؟ العلم بيحلل امور كتيره دلوقتي عشان يريح الناس، ما هو اللي جاي تعبان عاوز حد يريحه. فطبعا اذا كانت العداوه او الانتقام تريح نفسيتك، روح انتقم. المسيح هيقول كده؟ طبعا لا، ربنا يسوع هيقول له مش هترتاح حبيبي غير بالغفران، كلمني هديك قوة من عندي عشان تسامح، بس مش هترتاح غير بمنهجي أنا. لكن بالنسبة لواحد تاني عاوز تشطب على فلان اشطب، عاوز تعمل اعمل، عاوز تريح جسدك بأي طريقة ريحه. ايه هو الكلام ده؟ ايه التصاريح دي كلها؟ تصريحات بالخطأ ليه؟ تحت مظلة اسمها ايه؟ مشورة. لا لا، دي مش مشورة مسيحية حقيقية، لأنها مش بتقول المسيح قال إيه ولا بتشاور عليه. يبقى العلم لو دخل بزيادة، الإنجيل نفسه قال العلم ينفخ. ده اللي ملاحظينه مثلا في علم الآبائيات. علم الآبائيات ده علم رائع، اللي هو إيه؟ ندرس الآباء قالوا إيه في كل حاجة، تفسير الكتاب، شرح العقيدة، نصوص الليتورجية. علم الآبائيات ده أساسي جدا في الفكر الأرثوذكس. إنما في ناس النهاردة دخل على علم الأبائيات بدون المسيح، تصوروا، مع أن كل كلام الأباء عن المسيح، ثم دخلين بنفسية الإيه؟ أنا الأقوى، أنا الأصح،
انا بفهم وانت ما بتفهمش. حضرتك انت ده بتضر روحك كده، يا ريتك فضلت جاهل، لانك انت بدون المعلومات دي تقول يا رب ارحمني هتدخل السماء. انما لو كان شوية العلوم اللي ذاكرتها خليتك شايف الدنيا كلها غلط وانت صح، هو المسيح فين دلوقتي؟ انت لا مرتاح ولا هتريح، لان العلم لوحده ينفخ، المحبة تبني. خادم غير روحاني يعرف معلومات كتير عبء على الخدمة. اقولها تاني، خادم غير روحاني يعرف معلومات كتيرة ساعات يبقى عبء على الخدمة. خادم بسيط معلوماته على قده بس شيء مركز على المسيح ثروة للخدمة، كل الناس هتيجي عن طريقه. علم الإدارة برضو، الإدارة علم جميل جدا، ربنا يسوع له المجد بيدرس، يعني تجاوزا أقول أستاذ علم الإدارة، من كتر ما يطلع منه كل أفكار القيادة والإدارة والتخطيط ماشية في شخصية ربنا يسوع له المجد في إعداد التلاميذ وتوزيعهم. إنما الكنيسة مش شغلتها تعلم إدارة صرف، الكنيسة شغلتها توصل الناس للمسيح، ولما يعرفوه كويس يديروا حياتهم صح، ويدبروا خدمتهم صح، ويحلوا مشاكلهم صح، بس يكون المسيح هو الأول والآخر. بخاف يا أحبائي مع الموجة العلمية اللي داخلة زيادة على الكنيسة، الصلاة تقل، التوبة تقل، التواضع يقل، حبنا لبعضينا يقل، ونتبارى مين يعرف المعلومة دي. طب وهي المعلومات ما هي في الجهاز دلوقتي، الكمبيوتر ده عنده معلومات أكتر مني كتير، هي المعلومات دي هتخليه قديس يدخل السماء؟ إذا احنا عاوزين مع احترامنا الشديد للعلوم الإنسانية كلها لازم نتعامل معها، بس يظل المسيح أولا، أنا هو الأول والآخر، تعالوا إلي للمسيح يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. طب ربنا يسوع بيريح الناس إزاي؟ طبعا المسيح مش بيوافقهم على أخطأه، لأنه لما بتوافق شخص على خطأه بتريحه مش كده؟ لما مثلا واحد يسرق فأنت تقول له إيه يا عم مكبر الموضوع ليه، ما كل الناس بتسرق، أنت ريحته بس غشيته، ريحته جزئيا، خدرت ضمير، بس انت ما ريحتوش بجد، انت واخده على جهنم، انت ضحكت عليه في راحة مزيفة هنا، انك انت هو كان عنده احساس ذنب وانت قلت له الموضوع ما يستاهلش تكبره، كله بيسرق. فالمسيح له المجد عمره ما هيريح الناس انه يوافقهم على الغلط، لان في ناس عاوزة الكنيسة توافق على الغلط عشان يرتاحوا، وبيقولوا لنا انتوا بقيتوا متعبين. هو الحقيقة احنا مش متعبين، احنا بندور على الراحة الصح الحقيقية، الراحة النفسية المظبوطة والراحة الأبدية. انما انتوا عاوزين تريحوا نفسكم بمسكنات ماشي تحرين، بس احنا مش هنوافق على كده. هل المسيح لما كان يريح حد كان بيتنازل عن وصاياه؟ هل وافق السامرية على عيشتها؟ هل وافق زأكة انه يكمل في شغلته؟ اكيد لا، لكن الناس دي اتغيرت لانها شافت ربنا يسوع ومحبته وغفرانه، خدوا قرار التغيير، لكن ربنا يسوع ما غيرش كلامه، ما تنزلش عن وصيته. هل ممكن المسيح يقبل حاجة غير الحق حتى لو اللي قدامه مش عاجبه الكلام؟ ما بيغيرش في الحق. فاكرين يوحنا 6، اتريدون انتم ايضا ان تمضوا؟ لما رجع كثيرين الى الوراء ليه؟ قاعد يقول جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، ومن يأكل جسدي واشرب دمي، مش عاجبهم الكلام اليهود. طب يا رب مش خسارة الناس دي كلها تمشي؟ لا لا لا، مفيش تغيير في الحق. رجع كثيرون الى الوراء، بطلوا يمشوا وراء المسيح، قال للتلاميذ ولو انتوا عاوزين تمشوا ممكن تمشوا. يبقى هنا ربنا يسوع وهو يريح الناس لا بيتنازل عن وصاياه ولا بيغير في الحق ولا بيوافق حد على غلطه. افتكروا الثلاث كلمات دول، عشان احنا كخدام لازم نعمل كده. وانت بتريح الناس ما ينفعش توافق حد على غلطه، وما ينفعش تتنازل عن وصية قالها المسيح، وما ينفعش تغير في الحق كلمة. ده
تنازل مؤذي مش مريح. تمسك بالحق وبالوصية، خليك حكيم وخليك وديع، بعد كده الناس هترتاح، لأنها ترتاح راحة صح بالتوبة بالحق، لكن عمرها ما هترتاح بالسكة الغلط. ومن هنا المسيح كمل المعنى وقال احملوا نيري عليكم. يعني ايه؟ يعني الراحة الحقيقية مكلفة نير، ما هياش معناها اعمل اللي انت عاوزه، خدر ضميرك، اعمل زي ما الناس بتعمل، ما دي اشكال من الراحة المزيف. لا، الراحة اللي بجد بيقدمها المسيح معاها نير. احملوا نير يعني ايه؟ الحقيقة النير تقيل، قد يرفضوا الكثيرون. في ناس بتقول لنا الطريق الأرثوذكسي بيضيع ناس كتير، طرق أخرى جذابة للناس أكتر، تكلموا عن الصيام وتكلموا عن الاعتراف وتكلموا عن توبة مستمرة وتكلموا عن سجود ومطانية وتكلموا عن يعني نسكيات وزهد وإيه ده، ما كنتوا بتطفشوا الناس خلاص. فدي احنا بالنسبة لنا دي الحقيقة اللي استلمناها، هي نير، نير بس ما نقدرش نغير فيه. مش عشان نعجب الشباب مثلا هنقول لهم يا جماعة بزيادة صيامات براحتكم، وليه الأجبية بلاش أجبية، والتناول لما تهفك نفسك يعني تعالى، إنما تتناول بانتظام ليه؟ الله الله الله، إيه اللي بيحصل ده؟ أنا برضي الزبون يعني، بس ده دي مش المسيح اللي قال لي كده، دي راحة مزيفة. طب أنا بعمل إيه؟ بحمله نير اسمه القانون الروحي. أيوة يا حبيبي، محتاج تصلي مزامير حتى لو مالكش نفس، محتاج تصوم وتقاوم رغباتك، محتاج تجاهد ضد الخطية، محتاج تهرب من الشر، اقع وقوم ما يهمكش. ايه ده؟ ما ده نير، بس النير ده مرتبط بالرحم، لان ابننا مش هيرتاح بجد غير لما يمشي ورا المسيح مظبوط، والمسيح اللي بيمشي ورا بيشيل صليب. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، تجدوا راحة لنفوسكم. في النهاية هتلاقي الراحة، الراحة الحقيقية الداخلية بقى، مفيش شهوة بتزلك، مفيش خوف غلبك، مفيش عبودية لشيء آخر، بس تركيز في المسيح، فانت كده هتجد الراحة الحقيقية. الوصية نير على فكرة تقيل، دي مش مظبوطة، هي تقيل لما تتبرك عليه من بره، ما تبص على الوصية من بعيد كده تقول يا أحب أعداءكم، ما مش عارف أحب جاري، لما تبص عليها من بعيد تلاقيها تقيلة. ادخل تحتها وشيل هتلاقي معونة، فهتلاقي المعنى اللي قاله نيري هين. مرة واحد قال لي كده، أنا قال لي أنا كنت متخيل التسامح ده مستحيل، مستحيل أسامح شخص مهما المسيح قال، ده لا يمكن، ما ينفعش بعد اللي بيتعمل فيه. وفضلت مش مسامح ومقتنع اني مش هحاول اسامح لانه ده كلام نظري، انما ما ارتحتش ابدا. وبعدين اب اعترافه فضل وراه وقال له لا، ما انت مش هتسامح مش هتتناول. فقال ابتدى يصلي، يا رب طب هجرب اسامح وهجرب ارمي ورا ظهري وهجرب اتعامل كويس. قال لي فوجئت، اللي كان شكله مستحيل وصعب قوي مش صعب ولا حاجه، لما صليت وحاولت لقيت انا عرفت اسامح، وطلع ان النير هين برضه، والحمل مش تقيل، ده انا الكراهيه اللي كنت فيها كانت هي الحمل تقيل جدا، انما لما سامحت لقيت نفسي انا اللي استفدت، انا اللي نفسيتي احسن، انا اللي ارتحت بجد. يبقى لما ربنا يسوع بيقول هترتاحوا بس شيلوا النير، ونيري هين مش تقيل، مقارنة بثقيل الأحمال، لا طبعا وصية المسيح أسهل من أي خطية. التواضع والمحبة، في ناس كتيرة ما تحترمش المتواضع في الزمن ده، في ناس ما تقدرش الحب مش كده، ففي مسيحيين يقول لك أنا هبقى ملطشة، تواضع ده إيه؟ أنا لازم أدخل أزعق. حب إيه؟ لا، يتقلب باستغلال. يا ابني دي لغة الدنيا، دي مش هترتاح صدقني، انما امشي ورا المسيح وقلده في التواضع والمحب، هتفاجئ انك انت مرتاح، وبعد شويه اللي انت كنت فاكر كل الناس هتحتقرك، بالتواضع والمحبه كل الناس حبتك واحترمتك، وتكتشف ان التواضع والمحبه
أخف حملا من الكبرياء والكراهية. التواضع والمحبة أخف، لأنه أنت هتبقى مرتاح ومريح. فحسبه، لأن فيك ناس كتيرة بتستكتر كلام المسيح وعاوزة ترتاح بعيدا عن المسيح. لا، مش هترتاح إلا لما تيجي للي قال أنا أريحكم. حط في أنا أريحكم كمان قاعدة تانية: تعلموا مني. إذا ربنا يسوع له كل المجد، وهو عاش إنسانا وسطينا وتعرض لكل اللي بنتعرض له، إحباطات من بشر، فقر، ضغوط نفسية، إنما ضمنيا المسيح كان عنده راحة نفسية، لأنه بيقول تجدوا راحة لنفوسكم. وعشان كده كان عنده سلام، يقول سلامي أترك لكم، وليلة صليبه قال فرحي يثبت فيكم ويكمل فرحكم. إذا لما تتعلم من المسيح بص له كمان كابن الإنسان، كمثل أعلى. هو عاش رغم كل الضغوط، اللي أكتر من الضغوط اللي في حياتك، لكن احتفظ بسلامه، وعنده راحة نفسية وعنده سلام. ولو قلت طب ما هو ده ربنا، استنى بس، ما هو ربنا متجسد، ما هو عاش كإنسان في نفس الظروف وجال وقت اتضايق، بس في الآخر هتلاقي ان الراحة النفسية اللي وعد بيها هو قدها. خلينا نفهم ان ربنا يسوع مش هيرفع دايما سبب التعب، يعني ممكن يفضل الشغل متعب، الناس اللي في الشغل متعبين، بس لو اتعلمت من المسيح تتعامل ازاي تجد راحة لنفسك، هما مش هيتغير، ويفضل في ذنب، وتفضل ناس مؤذية، هتقعد تقطع في روحك وتكتئب. طب ما تمشي ورا المسيح وتشوف بيتعامل ازاي وتتعامل زيه، هتلاقي نفسيتك حلوة رغم ان مفيش حاجة حواليك اتغيرت. هو ده التحدي. اسهل حاجة عند ربنا يغير الناس كلها. بس مرة حد قال لي كده، واحدة بتقول لي فضلت اصلي سنتين المدير يتشال، مش راضي يتشال، وانا متغاظة ليه المدير ما بيتشالش، ما هو ظالم، وانا مش بطلب حاجة وحشة، انا ما قلتش شيت يروح في كذا، يعني انا قلت بس يمشي. وبعدين قالت لي انا في السنتين دول قربت من ربنا جدا، اكتشفت بعد السنتين بطلت اطلب الطلب، لاني ما بقاش تعبني، هو ما اتغيرش بس انا اتغيرت، فبقت نفسيتي مرتاحه كده كده، مش فارق معايا حاجه، مركزه مع ربنا ومع الخدمه والشغل زي ما يمشي، وبعدها اتغير لوحدي. إنما الفكرة هنا إنها مش اتعلمت من المسيح. فالراحة ما بتجيش لما الظروف تبقى مريحة. ربنا يسوع بيريحنا لما بيغير جوانا ونقلده ونمشي زيه. المسيح له المجد بالتعليم اللي بيقدمه، بيدينا منهج جديد، نظرة جديدة للناس، أفكار جديدة نتعامل معها. فأنت بتدخل على المجتمعات بمنطلق جديد. انت عارف ايه اللي تعبك في العلاقات؟ انك شايفهم بياخدوا فلوس وانت مش بتاخد زيهم، عشان الفلوس اغلى حاجة. عارف لو الفلوس دي ما بقتش مهمة هتلاقي الموضوع اختلف. مين اللي يعلمك الدرس ده؟ ربنا يسوع اللي قالك انت عايل هم ايه، كل حاجتك عندي، فما تفرقش على الفلوس دي خالص، دي بتاعت اللي مالهمش اب، دي هذه كلها تطلبها الامم، بس انت ابوك عارف. طب لو انت فهمت المسيح بيقول ايه، هتلاقي نفسك فعلا بتتغير في اسلوبك. المنهج دايما يقوم على التواضع والوداع، عشان كده قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب، لان كل سلوكيات المسيح له المجد ممكن تتحط تحت العنوان الكبير ده، وديع متواضع القلب. وديع يعني ما بيخسرش حد، وديع يعني باله طويل، وديع يعني بشوش دائما، وديع يعني طيب، وديع يعني متسامح، وديع يعني مش ماسك في حاجة في الدنيا، وديع يعني بيحترم كل الناس. كل الفضائل هتطلع في وديع. فتعلموا مني، يبقى هي دي الحل. لو حطيت ربنا يسوع قصاد عينك وقلدته هتجد راحة لنفسك، وهتعيش حياتك أفضل من أي حياة. أختم وأقول، هل العلم والأنشطة هيزودوا الوداعة والتواضع؟ بالتأكيد لا. العلم نفسه بينفخ، ده ضد الوداعة. نعلم أن لجميعنا علما
العلم ينفخ لكن المحبة تبني. أنا مش ضد العلم، يا ريت نقرأ ونذاكر ونتثقف، لكن احذروا أن العلم يزحف وياخد مكان الحب أو ياخد مكان الوداعة، لأنه قليلين اللي بيقدروا يحصلوا علم حقيقي ويفضلوا متواضعين، قليلين اللي يقروا كتير ويتثقفوا فعلا ويبقوا متميزين جدا ويظلوا ودعاء وملانين حب. المعادلة دي مش سهلة، لازم نبقى حريصين مع أي علم. الافتقاد والسؤال عن الناس واحتمال الناس أهم كتير من المشاريع والإداريات والتطويرات والبرامج والأنشطة. وده اللي بيقولوا الشباب بعضهم على الفيسبوك، ومعهم حق، يقولوا كترت قوي الأنشطة بس محدش بيسأل علينا، محدش بيدخل البيت يزورنا، لما بنبقى تعبانين محدش قال لنا انتوا فين. يبقى واضح انه ساعات الشيطان يسحبنا في حتة مش مظبوطة. غسيل الرجلين اتنسى في وسط الزحمة، لانه غسيل الرجلين معناها ايه؟ حس بألام الناس، ناس رجلها وجعاها من كتر المشي، اغسل لهم رجليهم عشان يرتاحوا، بس ده يستوجب انك تقعد تحت رجليهم، انك تنسى كرامتك، انك تقلد المسيح وتتعلم منه. هتلاقي نفسك وانت قاعد تحت رجليهم اسعد واحد. مرة كاهن بيقول لي اكتر لحظة ببقى سعيد فيها طول السنة في يوم خميس العهد وانا تحت رجلين الناس، مش شايف الوشوش، كله جربات ورجلينات وخلاص. يقول لي ببقى حاسس بالمسيح جدا في اللحظة دي، لان انا لا مش مميز بقى مين اللي فوق، يعني ما عنديش حتى رقبة تفضل تشوف كل رجلين دي صاحبها مين، انا علي اغسل وخلاص. طب ما هو الاحساس ده بعيد قوي عن الواقع اللي احنا فيه دلوقتي. تجدوا راحة لنفوسكم، الراحة في التركيز على المسيح. في كل مشكلة اجري على المسيح، في كل تعامل حط المسيح بينك وبين الناس، في كل موضوع خلي المسيح اولا ومنهجه اولا. الراحة معناها تقلده في التواضع والوداعة، تحتفظ بمكانتك في الاخر مش في الاول. الراحة معناها مشغول بالمسيح وكلامه، أنا أريحكم، هو بيريحنا بكلامه، فاللي مشغول بالإنجيل ده مرتاح، غير اللي مشغول بقى بأخبار الدنيا والسياسة والفلوس والأشغال. الراحة دايما في الرجوع بالتوبة ونقوة القلب لإلهنا كل مجد وكرم.